عسلام عسلام اختي لاباس؟ الحمد لله عايش. قدم لي روحك. لا يسامر مباركي مزهروني، مازلت نقرا فهمتني. اش تقرا؟ نقرا بريمير اني معودها 4 مرات. فاكولتي دي ليسي. خاطر في باليش يعاودوا 4 مرات في ليسي. ما هو تقدمك المطلب ولا لا اعلم عليه. يا ناري على ولدي مقدم مطلب باش يعاود العام الرابع. هذيك هي شنو نعمل تونس هذيك هي و... شنو هو الصعيب في القرايه؟ شنو هو الصعيب في ال بعدها صعيبه ما عادش كيفاش ملصقين هي القرايه. فيش سهله عام البريمير اني. البريمير اني صعيبه اقسم بربي. لا ماهيش صعيبه. ما تمشي في تركيا. تحط شويه هكا مخك في القرايه. تمشي لتركيا تمشي تاخذ فيزا وما تاخذش بي غادي فهمتني وما تدخل ما تنجمش تعديها البريمير. ساعدها تقول لنا شدودا يعني ولا العظيم. شنو هو اكثر حاجه حسيتها صعبت عليك؟ دين كوليج ماشي للليسي شنو تبدل عليك؟ انا القرايه تبدلت بالفرنسي مثلا. السيزيام في المكتب نجح فيه بالاسعاف. انت ما تحبش القرايه؟ ليه مش ما نحبش القرايه؟ هما يكرهوك. فما شكون يحب يحبك في القرايه فما شكون يكرهوك. فما بروفيت محليهم فما بروفيت لي فهمتني. فما بروفيت يحبوك تحب تقرا وكل شيء فما لي. وعلى تونس نحن نسكنوا في الزهروني معناتها حوم شعبيه. الزهروني حوم شعبيه خرجت برشا في دكاتره و... دكاتره وكل شيء. زهروني نسكن في حي منوبيه بالضبط بنتني اختي. مصلي على النبي عندنا خلط يا لطيف. خلط؟ اي عندنا كل شيء غادي كل شيء فاهمه بقدرة ربي. انا ساعه نفهم شنو هي مشكلتك في القرايه من بعديك نمشي و انا هي الماتير اللي كانت ما تحبهاش وانا هي الماتير اللي تحبها. الماتير ما نحبهاش كل فماش حتى ماتير نحبها. عاد هكا تصعبها عليا الحكايه. ماني انت ما تحبش القرايه؟ لا انا نحب القرايه. اما هي ما تحبكش. صحيتك هكا بالضبط فهمتني. فما شكون عنده زهر في القرايه؟ انا عندي زهر. والله لي والله لي كنا صغار كنا نقولوا هكا لي الكلنا كيف كيف. اما واحد يجتهد واحد لي واحد يحط مخه للقرايه وواحد لي لي واحد باك بلس 5 وكل شيء قاعد في القهوه قاعد بحذيه يعني. هي هذه مشكله اخرى هذيك تنجيوها. اي معناتها تو نجيو لك انت شنو مشكلتكم مع القرايه؟ تقرا 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 ومن بعد تقعد معناتها بطال. اش عندي نعمل عاد انا؟ هذا اللي يخليك تكره القرايه؟ مش تكره انت تحب تقرا معناتها تحب شكون يقريكم ويبشبش بيكم هكا ويخلصكم كل شهر. صحيت فلوس اول حاجه فلوس مصروف معناتها ما عادش يساعد حتى في مصروفك في النهار كامل فهمتني. وحتى كانتوراج انتوراج خايب على الاخر وما احلاهم اصحابي على الاخر يعني اصحابي نظاف فهمتني نظاف على الاخر. طبعا كان في باكسيونس وكل المواضيع يعني ذوق فهمتني اش خليني انا معاودة فهمتني. ربي يفضلهم ان شاء الله ليا. وش نقول لك شوف احنا زده كنا صغار ما كانوش يبشبشوا بينا البروفيت كنا نضربوا كنا نتهنتلو زيده فهمت. اما كل حاجه في بلاصتها. نحن القرايه هذيك جيل جديد معناتها مش كيما الجيل قبل. اش تولي لي كيف بابا انت فهمتني يقول لي 8 متاع الليل هكا هاو برا يمشي يرقد فهمتني. قبل عاشوا حاجه وتوا عاشوا حاجه. تو حليتوا عينيكم لقيتوا الشباب بتال لقيتوا كلمه قاعده تتقال برشا في اي بلاصه وعند الفئات الكل انه اللي يقرا ما يوصلش. هذه حاجه خايبه برشا زرعوها فيكم بطبيعه. هذيك كي تشوف انت الدنيا تو كيفاش بالله تشوف معناتها باق يقرا قرا قرا وبا يصرف عليهم بعد يقعد معناتها شنو علاش باش تقرا فهمتني. انا امنيتي امنيتي نخرج لبرا معناتها في اقرب وقت امنيتي. هذه امنيه شباب تونس الكل فهمتني. الشباب الكل امنيته يخرج لبرا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واحد يقلب منها تونس هذيا. داركم شو يقولوا لك على القرايه؟ والله دارنا يقولنا اقرا ومن بعد ربي يعمل دليل معناتها انا نضيع اويام وكل شيء وعمري يضيع نوصل 25 سنه ومن بعد. قداش عمرك تو؟ انا عمري 18 سنه. باهي شنو هي معناتها بشنو باش نعمل انت باش نكمل نقرا؟ نحبك تفك فرصتك في الحياه. هذه انا فرصه عندي فرصه في الحياه. عندك مازلت صغير عمرك 18 سنه. هذه مازلت فما فرصه هي. هذه ربي يستر وكا وقت الفرصه. علاش ترى في روحك فاتك الترا معناها؟ مش فاتني ترا ما شوف تلقى بلاصتك شوف ليه معناتها ولد شكون وشكون يلقى بلاصته. فهمتني؟ وولد فلان وفلتين يلقى بلاصته وولد الزوالي يقعد هكاك معناتها مطيش وبالحوم. ينصرف في قد ايه ينصرف في 7000 في النهار. دارنا يعطوا فيها في مصروف 2000 الله اعلم من جاو الفلوس الاخرين
فهمت معناتها كل شيء بمخك، لازمك تكون بمخك. عندك خويتك اكبر منك؟ عندي اختي اكبر مني، وعندي خويا صغير، عندي زوج اخوات اولاد صغار. به القرايه انت بركه في داركم هكا ولا؟ دي حومتنا هكا، نحن مش كان عائلتنا، حومتنا مصلي على النبي كلها تحب تقرا، فهمتني؟ شخليها كلها فاسعة من قراية وقعدة. فهمتش، انت بركة طلعت في داركم ما تحبش القراية ولا اخواتك زادة؟ شو نقول لك، معناتها مش ما نحبش القراية، ما باش تقرا مش باش توصل، معناتها مش عندك مبتغى صحيح. دونك هذه الفكرة هكا مزروعة في راسك خليتك ما تحبش تقرا، ماكش فايق بروحك راهو مازال عمرك صغير ماكش باش تفهمني. والله هي في تونس باش تقرا 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 ومن بعد ترى فيها صعيبة برشا القراية. برجو ليه صعيب؟ يا دي انا لونغ ما عنديش معاه الجمله، الساعه هي تقول لي هاو ار يو. هذيك مش مشكله، هذيك تنجم من بعد تقراها بريفي على روحك. ما نجمش نقراها، حبيت نقرا ما نجمش، بجرب. اخرج اقرا. اقعد اقرا على روحك في الليسان بتاعك، واللونغ اقرا في اي كول برا. ما نجمش. بجرب تقول لك مثلا ندرى شنيا بيوبل ظهور ولا شنيا بيوبل ولا بوبل ولا هلاو، شنو باش تجاوب انت؟ انت ما تفهمش انجلي. هذه ما نفهمش لونجلي لا فرونسي. ما نفهمش. مرة ديما حاسين ما نفهمش انجلي وتقول انت ما لقيتش شكون يأطرك هكا في الدار، ما لقيتش شكون يتلهي بيك. تقرا يتيود ولا؟ ما نقراش يتيود، ما سي حلفت عليا يتيود. كي تمشي تقرا في الكلاس تركز مع البروفة فيش قاعدة تحكي، شنو قاعدة تكتب؟ تركز ولا؟ والفرنسية ما نفهمش فيه شيء. ساعة خلينا نفهمه. تركز مع البروفة كي تبدا تحكي ولا؟ بالعربية ركز، بالفرنسية ما نركزش. لي اغزلي بالعربية، باهي نمشي بالعربية. وهي قاعدة تفسر، أنت قاعد تفهم؟ هاي نفهم. كي تروح للدار تريفز ولا تعاود تريفز اللي قريته في الكلاس؟ والله باش نقول لك باش نكذب عليك، فهمتني؟ عندي اصحاب السوء انا هاوما. الخمسه كملت القرايه مثلا، تاكلوا دونك تنسى القرايه، مادامك خرجت من باب الليسي تنساها القرايه. مش تنسيها، تفكر فيها، ما تقعد في القهوه. بيك يبدا عندك اكزامان، تريفز ولا تحقيق؟ هاي كيف بدا دفوار معناتها؟ قول لي الحقيقه. كيف بدا دفوار مثلا معناتها عادي، انجلي ما نراجعلوش. فرنسي كيف كيف؟ بيه عندك مات مات شوي شوي، عندك تاريخ وجغرافيا باش نحكيها بالله. هذايا تاريخ وجغرافيا تحبهم الساعه تاريخ وجغرافيا ولا؟ علاش نقرا على التاريخ؟ انا بجهر ربي تحكي لي على حنا باع اللي هو مات. ما تحبش تعرف تاريخ بلادك؟ ما نحبش نعرف. تحكي لي على حنا باع، حنا باع العمل هو مش مدخلني. باش تعرف باش تعرف؟ هذي شنو مدخلني انا؟ هو عمل وش اسمه الاخر الشيبي طبعا. معناها يساعدك انه يكون واحد اجنبي يعرف تاريخ بلادك وانت ما تعرفوش؟ هذي شنو مدخلني؟ هذي اجنبي على روحه وانا اعطيني في تونس، شو مدخلني فيه التاريخ؟ زادني في حاجة هاني قريته. حقيقة ثقافة روحك. باهي الشيبي ولا شو اسمه هذا؟ وترت لي أعصابي. أبو قاسم الشيبي، باهي أبو قاسم الشيبي، علاش تقرأ عليه أنت وتقري في الشعر نتاعه؟ عليه قول لي. علاش تقرأ عليه؟ ما الله أعلم علاش تقرأ عليه. تقرأ عليه باش تعرفهم العبيد هذوكم شكون؟ شنو يعملوا؟ هبتي أنا شو مدخلني فيه هذاك هو شكون؟ شنو تحب تقرأ أنت شيجي؟ شنو تحب تقرأ؟ نحب نقرأ. سبورة. ماذا بيا؟ سبورة هذيك. شي تقرا في ليسي سبورتيف وكا هاو؟ الماء مش بسهل، انا نترينا شهر بوكس، ومن بعد شهر حديد، ومن بعد شهر تيكواندو، شهر كونغ فو، كل مرة كل شهر. انا نحب نرجع لك التفاؤل، نحب نخليك متفائل بالحق، مازلت صغير، شنو تتمنى؟ نتمنى بقدرة ربي باش نمشي نخرج بحذا عمي جعك. هكا كي تغمض عينيك في الليل، أكيد عندك طموح، أكيد، أكيد عندك هدف في حياتك. قل لي شنو الأهداف نتاعك وشنو هكا شنو تخطط؟ باه. عندي المخطط بقدرة ربي من بعد مع الخمسة ماشي القهوة هذيك لابد. كي ليه مستقبلك؟ مستقبل بقدرة ربي ماشي بحذا في فرنسا بحذا عمي جاك وبحذا حما ولد منيرة ربي يفضله طلع على يمتى ذي وحرق. وبشنو كانت غادي بقدرة ربي وما عادش باش نتحرك من فرنسا وكها مهم مش وقعد في تونس. أمي ما تحبنيش كونتر هذا راه. تحبك تقعد هوني. تقول لي اقعد حتى بطال اقعد، اما انا ما نحبش مخي يرضاك ويقعد تقعد بطال معناتها لا مصروف لا دار. عندك امكانيات انك تخرج وتعرف روحك شنو مستقبلك في بلاد اخرى؟ مش على روحك. زي معناتها امي تحب العيله معناتها تحب نتلموا مع بعضنا وكل شيء، اما نحب نشوف مستقبلي معناتها حياتي فهمتني؟ وهي اللي تقول لي كونتري هذا واقعد ما يصيرش ونعيشوا على مع بعضنا باللي يجي وكل شيء فهمتني؟ حسين وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب و تحقق اللي تحلم بيه الكل.